على اتفاقية شراكة مع المشغل أريدو تونيزي. الهدف منها هو تقاسم البنية التحتية في شبكات الهاتف الجوال، وبدينا بجهة نموذجية اللي هي جهة زغوان لتجربة هذا المشروع. الهدف من هذا المشروع هو ترشيد الاستثمار في الشبكات ومعنى تحويل طاقة الاستثمار من بنية تحتية ردندانت لتغطية الجهة بطريقة أفضل وطريقة أحسن. الهدف منه مثلا، نعطيكم المثال، في عديد المناطق تشوفوا اللي احنا عندنا زوز محطات تحت بعضهم ولا ثلاثة محطات تحت بعضهم. نحبوا الهدف انه في الثلاثة محطات هذوما نخليوا محطة واحدة للمشغلين، ونحاولوا بزوز محطات أخرين مناطق أخرى باش نوفروا التغطية أحسن في مناطق أخرى، ونعطيه جودة أكثر للمواطن في مناطق أخرى اللي هي تنقصها التغطية. وهذا يفتح لنا الآفاق لتحضير شبكات الجيل الرابع اللي يلزمها تعزيز التغطية، يلزمها محطات جديدة، يلزمها كذا. فمع بعضنا نتعاونوا المشغلين كل وفي هذه التجربة مع المشغل أريدو لمعناها تعزيز التغطية لتحضير الخدمة الجديدة هذه إن شاء الله اللي بجي في عام 2016. Qui ont travaillé ensemble depuis plusieurs mois pour être capable de mettre en place un framework qui permette deux sociétés de coordonner, de travailler, d'améliorer nos réseaux. Ça, c'est la première étape avec un zone. Et certainement, dans les prochains mois, on va annoncer des autres zones pour agrandir ce projet. Donc il y a plein de bénéfices pour le pays, pour le consommateur, pour les opérateurs et pour les actionnaires. Alors merci beaucoup à Tunisie Telecom. C'est pas tous les jours que les concurrents sont ensemble pour pour annoncer quelque chose comme ça. Merci pour votre coopération et aussi pour l'encouragement de l'État qui ont toujours poussé les opérateurs vers des initiatives comme ça. طبعاً هذه الاستراتيجية جيدة جداً، لأنه الهم الأكبر هو يعني لما نحل مشكلة المناطق الداخلية نحسن الكاباسيتي، نحسن الكفرج للمناطق الداخلية في تونس، وإن شاء الله نحن على الخطى الصحيحة، وهذه الاستراتيجية نحن نفتخر فيها ونكون بارتنير بهذا الموضوع مع شركات تيزي. شكرا أخ نزار، شكرا سعادة الوزير على كل الجهود اللي فيها بالنسبة لهذا النجاح، شكرا ساعات تمشي تشوف اللونتين يسوى بالك شي يسوى 100,000 دينار ولا 150,000 دينار، يقولوا علاش نقعدوا كل واحد يعمل في نتاعو؟ صحيا ممكن مش باهي، اقتصاديا مش باهي، دونك يلزمهم ينقصوا الكلفه باش ينجموا يحسنوا الخدمه للمواطن. كما تعرفوا احنا توا في الخدمه في الهاتف الجوال ولا الانترنت قلت شويه، خاطر عندنا اكتظاظ كبير على البوند باسونت، وتوا هذاك علاش يلزمنا نلقاو طرق اخرى باش نحسنوا الخدمه للمواطن. دونك الجيل الرابع من الهواتف باش نبعثوه بعد بضعه اسابيع، وان شاء الله الصيف الجاي يكون عندنا 4G، الصيف الجاي يكون عندنا 4G، ونوليو نتمتعوا بطاقه بطاقه 10 مرات قد اللي عندنا اليوم، ونزيدوا الشبكه لا دونسيفيكاسيون دي ريزو، الشبكه نتاع التليفونات يولي فيها اكثر، في عوض كل واحد يحط في نفس البلاصه نحطوا زوز اونتين، يوليو بنفس السوم نحطوا في زوز بلاصه اخرين، والفائده الاخيره ترجع طبعا للمواطن لتحسين الخدمه للمواطن. وهذا نحب نقول اللي اول اتفاقيه في الموضوع هذايا في المغرب العربي.